اليوم ابن الشهيد. شايف عاملين ايه لابنك؟ انت تفرح، ده فرح، ده فرح محمد. شوف عندك كم محمد، محمد وفرح كل شهيد. شفت عندك كلنا اولادك، كلنا اولادك الله، كلنا اولادك. اتفاجئنا ان حصل مشاكل في الاستاد وضرب وحاجات زي كده، وطبعا ما كناش متوقعين، يعني على اساس ان احنا متاكدين ان في تامين وان في نظام لكن للاسف يعني فوجئنا ان في حاجه زي كده. ابتدينا طبعا نتصل بالولد فلقينا موبايله مقفول، طبعا ابتدينا نقلق نكلم صحابه ما حدش بيرد علينا وموبايلاتهم مقفوله برضه، فحسينا ان في حاجه مش طبيعيه يعني. فابتدينا نسال في المستشفيات على اسمه يعني، لغايه اما مستشفى قالت لنا هو الاسم ده جالنا بس البقاء لله يعني. فطبعا اصطدمنا يعني ونزلنا جري، رحنا على مشرحه زينهم ويعني دخلنا شفناه اتعرفنا عليه، وللاسف يعني لقينا من ضمن الشهداء اللي موجودين جوه للرئيس السيسي. مش هوجهها بقى لاي حد تاني لان هو المسؤول عن تامين الشعب وتامين الشباب بتاع البلد. مباراه مش عارفين يامنوها، هيامنوا دوله.